من الأخبار كمان المهمة جدا إن احنا نقولها لحضراتكم، احنا عارفين إن منظومة النقل يعني بتبدأ صفحة جديدة، وفي توجه نحو النقل النظيف، وإن في قطار سريع، وفي المونوريل، وفي القطار الكهربائي الخفيف، يعني متنوعة جدا كل الوسائل اللي الدولة بتشتغل عليها حاليا، وما زالت كمان بتضيف مشروعات جديدة. النهاردة الرئيس السيسي بيوقع اتفاقية مع شركة سيمنز العالمية علشان يتم انظام يعني أو تدشين نظام متكامل كامل على مستوى الجمهورية كله للقطار الكهربائي. خلينا نقول لحضراتكم ان القطر ده هيكون ليه ثلاث خطوط، او المشروع ده هيكون ليه ثلاث خطوط، وهيكون لمسافه بتوصل ل 2000 كيلو متر. احنا بنتكلم تقريبا على مسافه من القاهره او من اسكندريه لاسوان تقريبا رايح جاي مرتين، فاحنا بنتكلم في مسافه كبيره جدا، فدي حقيقه انت متخيل. يعني انا مش متخيل لو انا قاعد اصلا يعني في القطر ده وانا رايح مثلا حاجه زي اسوان، فانا المفروض يعني اوصل بعد قد ايه؟ ثلاث ساعات؟ يعني احنا بنتكلم مفيش مقارنه بقى بالوقت اللي بيحصل حاليا في القطر القديم بالضبط. والكلام ده كله، فاحنا رايحين في اتجاه مختلف تماما. خلينا نقول ان الاهتمام مش بس بنقل الركاب، لكن كمان بنقل البضائع، وده اللي الحقيقه اشاد بيه يعني المستشار الالماني اولاف شولتس، وهو يعني في كلمته المسجله اللي قالها للرئيس السيسي، وقال ان توجه مصر نحو استراتيجيه بهذا الشكل، وان هي يكون عندها منظومه وشبكه من القطارات السريعه والكهربائيه اللي كمان تنقل البضائع، ده هيخلي مصر مركز تجاري وإقليمي مختلف، وإن هي تنقل بقى وتربط يعني الطرق ما بين مختلف محافظات مصر، وكمان إن هي فيما بعد تمتد لدول أخرى مجاورة. خلينا ناخد تفاصيل أكتر عن هذا التوقيع والاتفاقية اللي وقعت عليها مصر. بينضم لينا على التليفون أستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع. بنرحب بك يا أستاذ أكرم. بداية عايزين نعرف من حضرتك رأيك في ما تم إعلانه النهاردة على التوقيع اللي تم مع شركة سيمنز، ورؤيتك للخطوات اللي بتاخدها مصر في منظومة النقل بصفة عامة، وإن كمان هيكون في بقى قطار كهربائي على مستوى الجمهورية كلها. هو طبعا يعني الحقيقة فكرة القطار الكهربائي فكرة حديثة جدا، لأنها يعني بتحل منظومة النقل بشكل جذري، مش بس نقل الركاب زي ما اشرت، الحقيقه نقل البضائع، ودي حاجه كانت مهمه جدا، لانه يعني احد الخطوط بيربط لاول مره مواني البحر الاحمر بالبحر المتوسط من الشرق الى الغرب، اللي هو الخط اللي بيربط ميناء العين السخنه على البحر الاحمر، وبيربط بالاسكندريه والعلمين ومرسى مطروح على البحر المتوسط 660 كيلو، ويمر طبعا في القاهرة وفي 6 اكتوبر وفي زايد، وفي يعني الحقيقة انه بيخدم عدد ضخم جدا من السكان، بيخدم الاستثمار كمان، ونقل البضائع ده شيء مهم لانه بيوفر بنزين، بيوفر كمان الاستثمار او الصناعة، نقل واعادة نقل المواد الخام او المنتجات للتصدير للمواني المباشرة. يعني في توفير للطاقة كمان. بعدين دي طاقة نظيفة، ده قطار كهرباء. خط كمان 1100 كيلو من القاهرة أبو سمبل بيمر بالأقصر وأسوان، يعني إحنا بنتكلم على تقريبا خط الصعيد، وده أولا في الصناعة وفي غيره ونقل الركاب كمان والسياحة. وفي الخط اللي موجود مفروض من هنا لسفاجة مرورا بالغردقة، وده كمان هيبقى مرتبط بالخط اللي احنا قلنا عليه اللي هو القاهره ابو سمبل، معناها انه ممكن يروح من الغردقه لاسوان الكوج السياحي ويرجع في نفس اليوم. كانش موجود على الاتفاق قبل كده. المنظومه كامله للسياق التام للنقل الحديث اللي هو كمان بيوازي الخطوط القديمه اللي يتم تحديثها النهارده على احدث الطرق، سواء بالدرارات او بالقطارات، فده كمان ما يتم المترو في المونوريل من خلال شبكه الطرق الداخليه في القاهره او اسكندريه او غيره، واحنا بنتكلم على منظومه كامله. بعض الناس هم كانوا بيتكلموا على انه مثل هذه المشروعات